بالنسبة للانترناشنال فاشن اوورد سيزون 2 طبعا هيبقى مختلف، لان احنا سيزون 1 كان الانترو بتاعنا وقدرنا نعمل فيه بصمة رويال زي ما بنقوله او كلاسيك بالنسبة للعروض الازياء، وكان فيها برضو بعض الفكر المختلف عن العروض اللي موجودة برا، وكان فيها يعني روح من العروض الاوروبية. المرة دي احنا عاملين حاجة كده مختلفة شوية، لان احنا عايزين ان شاء الله كل سنة هنقدم عرض جديد بستايل جديد بفكر جديد مختلف عن اي عرض ازياء تاني موجود في مصر. بكرة ان شاء الله نعمل ويدنج وعمل جراند ستوري وعمل حاجة تراديشنال وعمل مفاجأة بتاعتي. بكرة في الابيض طبعا في فستان فرح، اوف وايت، في عندنا الاسود، عندنا البيبي بلو، عندنا بوادروز، عندنا احمر، يعني عاملين كولكشن الوان. هو سبب مشاركتي كان جاي بالصدفة، يعني هو في واحدة من الأورجنايزرز حقت انترناشونال فاشن اووردز جت من out of nowhere وقالت لي انه احنا يعني أورجنايزرز حق فاشن، وانا شفت حسابك على انستغرام وعجبتني تصاميمك، فاذا ما عندك مانع انك تشاركي معانا. فهذا كان سبب مشاركتي اني اشارك هنا في مصر. الكوليكشن حقي سهرات، فساتين سهرة وينتر طبعا، فهو يتضمن ألوان كثيرة، ما أتوقع أنه في ديزاينر قد سوى شيء زي كذا أصلا، وإن شاء الله أنه هو يعجبكم. يعني هو في السعودية في ديزاين بس ما يناسب كل الأذواق وما يناسب كل البشر. في الطبقة المخملية اللي احنا نسميها، يعني هم الناس اللي يشتروا من الديزاينرز، بس بقية الشعب ما يشتري من الديزاينرز، يشتري جاهز.